السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم: هل هناك فرق؟ الإجابة نعم، هناك فرق. أي فرق؟ فرق بين حب الرجل وحب المرأة لكل من الرجل والمرأة شخصية مختلفة، لذلك نجد أن الموجب والسالب يؤدي إلى تولد الشرارة الكهربية. هل رأيت موجب مع موجب يؤدي إلى شرارة كهربية؟ لا، الاختلاف مفيد. لماذا؟ لأن شخصية الرجل لو كانت مطابقة تماما لشخصية المرأة لحدث نوع من الملل، ولكن لكل واحد شخصية مختلفة، فإليكم التفاصيل. المرأة عندما تحب تريد من زوجها أن يهتم بها، وتريد منه بحر من العاطفة، تريد منه بحر من كل شيء، تريد منه بحر من الكلمات، تريد منه بحر من عبارات المدح والثناء، وتريد منه بحر من الكلمات إن هو يعبر لها عن كل ما يدور حوله، يعبر لها عن كل شيء. هي تحب إن هي تجمع معلومات كثيرة، يعني عندها عاطفة وعناية بكل تفاصيل الأمور، بكل التفاصيل وكل المعلومات. وأنت أيها الرجل لو كنت بخيلا في عرض المعلومات عندما تأتي من العمل وتكون مزدحما، عقلك مزدحم بالمشاكل والهموم، ولا تتكلم مع زوجتك، زوجتك عندها العاطفة، ستقول: إن زوجي لم يعد يحبني، هناك امرأة أخرى مثلا. فلذلك هي تحب الكلام وتحب التفاصيل. وكان الدكتور إبراهيم الفقي خبير التنمية البشرية رحمة الله عليه له صولات وجولات في عالم المرأة وشخصية المرأة، فيقول مثلا: إذا دخل الرجل إلى بيت من بيوت أصدقائه، وبعد ذلك نجد أن الرجل والمرأة ذهبوا إلى بيتهم، فنجد ما الحوار اللي هيدور بين الرجل ومراته بعد قيامهم بزيارة صديق من الأصدقاء. ستقول له: أرأيت شكل السجادة الموجودة هناك؟ أرأيت شكل المنزل؟ أرأيت شكل مائدة الطعام؟ يقول لها: لا، لا أتذكر. إنما السيدة تتذكر كل شيء، تتذكر تفاصيل رسومات السجادة التي رأتها عند صديقتها بالتفصيل، شكل مائدة الطعام، المفرش، الفرش الذي يتم وضعه على مائدة الطعام، شكل الرسومات، شكل الثلاجة، كل شيء مفصل عندها. أيضا يقول الدكتور إبراهيم الفقي: إذا قمت بالاتصال بصديق لك وزوجتك تكون بجانبك وتقول لك: ماذا كان يقول لك صديق؟ تقول لها: والله قال لي إن غدا مثلا
لا يوجد عمل، أو هناك عطلة، أو هناك مشكلة ما في العمل. تقول له كل المكالمة لم يقل لك غير أن غدا لا يوجد عمل أو هناك مشكلة في العمل. السيدة تحب التفاصيل، تكره البخل في الإيه، في الكلام. إنما الرجل في وجهة نظري يحب تلخيص دائما الأمور، وأن هو يعرض الأمر ملخص. يقول له زوجته غدا هناك اجتماعات وسأتأخر. المرأة لا تريد هذا، تريد من الرجل حوار آخر، حوار فيه حب وعاطفة وتفاصيل. يقول لها لا أعرف لماذا، يقول لها مثلا لا أعرف لماذا يطلبون منا أشياء كثيرة، وغدا هناك تفاصيل وهناك مناقشات في العمل. ويحاول أن يدخل في مجال العمل معها ويقول لها تفاصيل، ولكن الرجل لا يحب ذلك، يحب الاختصار في كل شيء. ما هو الملخص؟ ما هو الملخص؟ ما هو الملخص للموضوع؟ أريد الخلاصة. وفي دول الخليج يقولون أريد الزبدة، يعني خلاصة الأمر. السيدة لا تريد الزبدة ولا تريد خلاصة الأمر، تريد التفاصيل. أيها الرجل عليك بالتفاصيل. هي طبعا أمور صعبة على الرجل والمرأة، لأن كل واحد طبيعة مختلفة. يعني نحاول، الرجل يحاول ان هو ايه، يعني يقوم بسرد التفاصيل لزوجته ويحكي معها، ويحاول ان يركز على ما تحبه المرأة، فلا يقوم بالتركيز على جوانب شخصية تابعة له. فالمرأة تحب ان الرجل يهتم بها ويسألها. حتى دائما تعاتب المرأة زوجها وتقول له لم تقم بالسؤال عن حالتي الصحية اليوم، لم تقل بالسؤال مثلا عن ماذا فعلت اليوم، لم تلاحظ اليوم أنني قد قمت بتغيير الأثاث أو تغيير بعض الأماكن في صالة الجلوس، أو قمت بتنظيف المنزل. لم تقل لي مدح مثلا، أو لم تلاحظ. الزوج يعتبر هذه تفاجئ، وما في الأمر، يعني شيء عادي وشيء بسيط، يعني لم يحدث تغيير يذكر مثلا. أو المرأة تغضب، يعني حتى إبراهيم الفقي دايما كان يقول انا دايما لما ادخل البيت لازم اقول لزوجتي ما شاء الله ايه الاشياء الجميله دي. هي تقول له انا لم افعل شيئا، بس هو بيقول لازم الرجل ايه، يعني هو الرجل ما بياخدش باله دايما، لا ياخد باله من التفاصيل، ان زوجته مثلا قامت بتعديل بعض الاشياء في المنزل، ترتيب بعض الاشياء في الغرف. فيقول لابد الرجل اول لما يدخل يقول لزوجته الله ما هذا التغيير، ما هذا، لا اليوم في شيء جميل في البيت والله، يعني شيء جميل، يعني لازم يبرز كده المدح والثناء. سبحان الله، كل واحد شخصية مختلفة. الرجل يحب الخلاصة، الزبدة. السيدة تحب التفاصيل، ولكن عليك أيها الرجل تهتم بتفاصيلها هي، لا تهتم بتفاصيلك أنت. واعلم أيها الرجل أن المرأة عندما تكثر الشكوى فهي كثرة الشكوى تدل أن الرجل لا يهتم بها، أو هي تريد أن تعبر عن ما فيها، فهي بتستريح لما تكثر من الحديث عن ما يدور في خاطرها وما يدور في عقلها والهموم والمشاكل. وقل لنفسك هذا شيء كويس، شيء جيد. فنحن في هذه الحياة لابد أن نتشارك، ويبقى في مشاركة،
وفي مودة ورحمة، إذا أنا أنصت لزوجتي، مش ربنا سبحانه وتعالى قال جعل بينكم مودة ورحمة؟ من المودة والرحمة إن أنت تسمع مشاكلها، لا تضع الحلول أبدا. الرجل لأنه هو جبل في طبعه إنه هو يحب حل المواضيع ويحب الخلاصة ويحب التفاصيل، هو دائما يقولها أنت تتحدثين عن مشكلة ما، حلها كذا، 1 2 3. أنت تتحدثين عن مشكلة مثلا تتعلق بأن الأولاد لا يسمعون الكلام أو أنهم يعصون الأوامر، فالعلاج 1 2 3. أنت تتحدثين عن مشكلة مثلا في المنزل، العلاج 1 2 3. هي لا تريد العلاج، تريدك أن تسمع إليه وتستمع. وفعلا كما قال الشيخ الشعراوي إن الموجب مع السالب يؤدي إلى الشرارة الكهربية. لذلك أختم وأقول إلى هؤلاء الفاسدين الذين أفسدوا الفطرة، والذين يقولون لماذا لا يتزوج الرجل الرجل ولماذا لا تتزوج المرأة المرأة، نقول لهم إن الاختلاف شيء أساسي، وإن الموجب والسالب يؤدي إلى شرارة كهربية، وإن الرجل مع الرجل لا يوجد أي انجذاب، الانجذاب موجود بين الرجل والمرأة، الاثنان يندمجان مع بعضهم البعض برغم اختلافاتهم. عزيزي عزيزتي، اندمجا مع بعضكم البعض وانصهرا في الحياة، وقوموا بإذابة الفروق بينكم، وسيروا في سفينة الحياة لكي تصلوا بإذن الله إلى بر الأمان، إلى جنة الخلد، وإلى اللقاء في لقاءات أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.